مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه التغطيه المباشره، طبعا مواكبه لاخر التطورات السياسيه والميدانيه المترافقه طبعا جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان. الكيان الصهيوني عاد ليشترط ويحمل اموس هوكشتاين شروطه المستحيله والتي حكما ستكون مرفوضه في بيروت، عبر تسريبات لوسائل اعلام عبريه عبرت فيها عن ما يضمره رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو حول اتفاق مشروط، حصار على لبنان جوا وبحرا وبرا مقابل وقف اطلاق النار. والسؤال، هل فرملت مهمه هوكشتاين الى ما بعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه؟ وهل الكيان الصهيوني هو في موقع قوة يتيح له فرض الشروط؟ وماذا عن وضع المقاومة في الميدان؟ طبعا كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها ونناقشها مع ضيفنا في هذه خلال هذه الحلقة وخلال هذه التغطية، مع المحلل السياسي أستاذ محمد يعقوب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير إليك ولكل مشاهدينك ولكل الشهداء ولكل الجرحى بالشفاء يا رب. أهلا وسهلا فيك تلفزيون لبنان. بداية من هالغموض اللي لف زيارة هوكشتاين اللي كان متوقع أنه يزور تل أبيب بالأمس، واليوم كتب على إكس أنه هو موجود بواشنطن، وكأنه اليوم فينا نقول فرملت مهمته، أو ربما يعني مع تعنت اليوم بنيامين نتنياهو ورفضه، يعني ما بده يوقف إطلاق النار. يبدو هل فينا نقول انه في غموض اليوم او ما رجع، يعني كان في منتظر من تل ابيب على بيروت يرجع حامل شيء جديد حول القرار 1701؟ انا قلت على هيدي الطاوله قبل، ما عادش حدا يستقبل هوكشتاين. قلت قبل وهلا برجع بعيدها، هوكشتاين يكذب ويكذب ويكذب، ياتي الى لبنان يعتقد فائد القوه انه ياتي الى لبنان. قال له الرئيس بري اذا لم يكن لديك شيء جديد ما عادش تجي لعندي، انا ماني مستعد ضيع وقتي. هي اول شغله. شغلة تانية، الرئيس بري بالأمس القريب لم يقف لهوكشتاين في استقباله، وطلع طلعت بعض الوسائل أنه يدفع الثمن، مش عارفين أنه هذا الرجل يملك من القدرة ويملك من الحنكة ويملك من المقاومة لا حدا بيملكه. هوكشتاين أنا برأيي خلص بعد 5 شهر يروح على الامارات. بالنهايه هيدي مبادره امريكيه، يعني هو منفذ اليوم من الولايات المتحده الامريكيه. المبادره بتكون كي يعني نذهب الى مفاوضات الى وقف اطلاق النار في لبنان. المفاوضات بتتم عبر رايين، مش عبر راي واحد جاي يفرضوا عليك ويقول لك بدك تعمل 1 2 3. قبل بمره اجى بدك ترجعك 7 كيلومتر، بعد كل هالشهداء وكل هالجرحى وكل هالنزوح وكل هالعالم وكل هالدمار لنرجع نسلم ونعطيه 7 كيلومتر؟ لا، ما بدنا هيدي المفاوضات، كل هيدي مش مفاوضات، هي اسمها فرض القوة أو فائض القوة اللي إجا فيها هوكشتاين، رجع فاض الوساق ودائما رح يكون هيك. هي أول شغلة. شغلة ثانية، هوكشتاين كم مرة صار جاي على لبنان؟ ولا مرة أتى بحل، دائما يأتي بيجي بيقعد معنا بيحكي. ربما في حل، لكن هو يرضي اليوم الجانب الإسرائيلي. ما فيك أنت بدك ترضينا، قلنا أنت والإسرائيلي وجهان لعملة واحدة، أنت بتيجي بتفرجينا الحمل الوديع، بتطلع على تل أبيب تدمر الضحي بس تغادر، أو بتشوف من قلب سرايا الحكومة الأمكا كيف عم بتصور كل لبنان. فإذا قلبك علينا مش لهالدرجة، مش بحاجة لا قلبك ولا لعطفك ولا لحنانك. نحن حبيبي بلد مقاوم، ولد مقاوم ورح يبقى مقاوم، ولا شيء بيوقفه ولا شيء بيخلينا نرفع الرايات البيضاء إلا موتنا، ما بيخلينا نرفع الرايات البيضاء. نحن حتى باستشهادنا انتصار. يعني هذا بتشوف اليوم يعني عدم عودته الى بيروت، ربما فينا نقول يعني كانه ما في هدنه اليوم بلبنان، كانه رجعنا الى يعني الامور راوح مكانك، وكانه يعني رحلت هذه المبادره الامريكيه او وقف اطلاق النار او اي شو بدك تسميها هدنه الى ما بعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه. ست ابتسام، اكيد الى موعد الانتخابات سيدتي العزيزه. اليوم لو في هدنه، الهدنه هيدي 21 يوم وبنرجع ننتخب رئيس جمهوريه اللي طلعت وهوكشتاين جاي. انا اول انسان قلت لك اياها وبرجع بعيدها وراح ضلني عيدها، هوكشتاين يجب ان نتعامل معه بالمركز، المركز بقلم الحبر والاسم بقلم رصاص وخلصت القصه. هيدي شغله. شغله ثانيه، اي هدنه، الهدنه اللي بده اياها الاسرائيلي اللي مش عم فيه يفوت 1 كيلومتر بالبر عم بيكذب علينا، اوكي بالجو عم يتفوق علينا. كان في تدمير اليوم، يعني تدمير للبنى التحتيه في الكره الاماميه، عم نشوف تدمير ممنهج اليوم وتدمير وحشي اليوم ومحاوله التوغل عبر الخيام او اكثر من خطوه عبر الخيام والعدايسه والترقيله. الاسرائيلي من 2006 يا ستنا العزيزه ليسمع العالم كله ويشوف، من 2006 الاسرائيلي عم يشتغل وعم بيخطط
وقبل لحتشوفي كيف عملهم كلهم سوا بليلة ما فيها ضوء أمر. بلش بالبيجر، خلص من البيجر، فات على الأسلكي تاني يوم على الجهاز الأسلكي، خلص 3000 شاب من مقاتلي حزب الله، وبقي حزب الله يقاتل ويقاوم. اختال سماحة الأمين العام، واختال قبله السيد فؤاد شكر، واختال قبله وبعده إبراهيم عقيل، واختال بعده السيد هشام صفي الدين ومن معه، وبقي حزب الله. هذا الخط ما في شيء بوقفه. اللي بتجي بتقولي لي عم بيقاتل الإسرائيلي، الإسرائيلي عم يتغلب جوا وعم يخسر برا، ولو الإسرائيلي ربحان برا كان فرض القوة اللي بده إياه، وكان هوكشتاين إجا قاعد وقال بتعملوا واحد اثنين ثلاثة وبتقوموا بتفلوا ولا كلمة. بس هو عارفين هو وغيره انه هيدي المفاوضات ما بتصير في لبنان. واكثر من هيك بدي اعطيكي شغله تنتبهي لها منيح والكل يسمعها، انه من ثلاث ايام بعد نتنياهو احد ضباطه الكبار الى دوله عربيه شقيقه يطلب منه انه الحل في لبنان، لانه ما عادش فيه يستنزف وقف اطلاق النار، ما عادش فيه يستنزف الجيش في الشمال في الجبهه الشماليه في لبنان. لكن المواقف اليوم المعلنة الإسرائيلية وتعنت المواقف اللي بيعلنها نتنياهو أنه استمراره بالحرب حتى يعني إزاحة اليوم حزب الله ما بقى راضي بتطبيق حتى القرار 1701، من هون كانت يعني مجيء هوكشتاين إلى بيروت يتحدثوا عن تعديل القرار 1701، لأنه اعتبر أنه من ضمن هيدي يعني في عدد بنود من ضمنها إزاحة حزب الله بسلاحه إلى ما بعد شمال الليطاني. هيدي المشكلة، حزب الله ما فيك لا انت ولا غيرك، حزب الله من رحم الشعب. حزب الله مش دخيل على هيدا البلد، حزب الله ابن هذا البلد، حزب الله قدم ويقدم قاضيته لحماية هذا البلد لحتى ما ياخد خيراته الإسرائيلي وغير الإسرائيلي. أكثر من هيك، أبناء القاضي بحزب الله يستشهدون على مذبحة هذا الوطن. بده يجي يفرض علينا نعطي السلاح، إذا معنا سلاح وهالقوة وعم يعمل هيك الإسرائيلي، كيف لو ما كان معنا سلاح؟ شو كان عمل فينا الإسرائيلي؟ عم بيدمر قرى عم بيبيدها. ليش؟ شو هدفه؟ هدفه يدخل إلى لبنان، لأنه لما كان عايش، أنا رح أعطيكي شغلة بيحطوها العالم على الواتساب بس الناس لازم تنتبه لها كمان. 2000 اعتداء من سنة 68 لسنة 73، قبل بجريدة النهار، قبل أن يكون في حرس ثوري إيراني، قبل أن يكون في مقاومة يأتي بها الإمام الصدر من ضيم القرات، ما قبل حزب الله عم تحكي مقاومة، قبل الإمام الصدر سنة 48 سنة أنا عم بحكي على لبنان. 2000 اعتداء على لبنان. الإسرائيلي ليش بدي يعمل 2000 اعتداء على لبنان ولم يكن في حزب الله ولم يكن في مقاومة ولم يكن الإمام الصدر أسس هذه المقاومة؟ هذه المقاومة أسست ما قبل السيد يعني ما قبل الجميع موسى الصدر كان في حركات مقاومة يسارية كانت موجودة تدافع عن أرض الجنوب عن لبنان، ولكن لم تكن مقاومة لبنانية. نعم. إجا الإمام الصدر أسس هذه المقاومة، بس كان في 2000 اعتداء وما كان في شيء، كان في شلة من الشباب تدافع عن لبنان وتحمي لبنان. اليوم هذه المقاومة أثبتت جدارتها، وكل الناس عم بتشوف إنه لو الإسرائيلي دخل بالبر كنا خسرنا كل شيء، وكان قاعد بموطننا وعمل اللي بده إياه ورجع ينزل يمشي بشوارع بيروت وغير شوارع بيروت. لن يكون كلام متكرر، لأنه أنا ما بحب كرر كلامي، أنا دائما بحب المفاجآت. أنا أول واحد قلت لكم شو بدكم بهوكشتاين، لأنه زلم جاي عم يكذب ويفل. الأمريكا وإسرائيل متفقين مع بعض على كل شيء وبيطلعوا لينا، وبكرة هلأ الديمقراطيين والجمهوريين. إذا بكرة ربح ترامب بيمشي الحال، وإذا ما ربح ترامب بدنا ننطر بعد 3-4 أشهر. لا، إذا ربح ترامب منطرنا 2-3 شهور، وإذا ما ربح ترامب اليوم هناك سعي يعني إسرائيلي أمريكي لكأنه نسف اليوم القرار 1701. يعني حتى بوسائل الإعلام تحدثوا عن عدة بنود، البعض حكي 11 بند أو البعض 9 بنود. تسعة بنود سيحملها يعني هوكشتاين كان إلى تل أبيب، وحتى ممكن هذه ما فيها موافقة لبنانية. كيف حيحملها اليوم هوكشتاين وما فيها موافقة لبنانية؟ أقله يعني في تغيير اليوم، لبنان اليوم الرسمي واضح وموقفه واضح بتطبيق قرار 1701 بكل مندرجاته اللي كان صدر بال2006 دون بلاس ودون تعديل. أبداً
لكن هو زاد عليه في إضافات اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضافات أو تعديلات، حتى هذه التعديلات اليوم ما قبلها نتنياهو. لكن هو نحن بدنا نقبل، مش هو بده يقبل، صبر جميل، بس رح نحمل رايات النصر. حاج يقبل نتنياهو، نتنياهو عم بيعوم حاله ومفكر حاله أنه انتصر ونشوة النصر للحظات، بس مش عارفين أنه نحن عم نقاتل وموجودين، والمراهن يعمل الفتنة داخلية من نتنياهو ومن معه في الداخل ايضا. فرجينا الشعب اللبناني كيف التفينا على بعض. 17-01 شو بده ياخذ من يوم بيطلع واحد بيقول لك 18 كيلومتر على جنوب الليطاني، من الليطاني كانوا 7 صاروا 18. البعض تحدث يعني عن زيادة 3، حتى عن موضوع يعني انشاء هيك منطقه عازله اليوم ضمن الاراضي اللبنانيه اللي صالح اسرائيل. انت بتعتقدي ست ابتسام، انت بتعتقدي اللبناني المقاوم وهيدي وحزب الله وهذه المقاومه اللبنانيه، بس المقاومه اللبنانيه رح ترضى؟ رح ترضى قبل ما يكون تاخذ القرار اليوم، قرار دولي، قرار امريكي، قرار غربي، طيب، بازاحه حزب الله، وكانه دور حزب الله انتهى. اليوم حزب صار الله صار لازم يسلم سلاحه وينشر، يعني ننشر جيش عشان مبليش في الجنه، ما عم يطلبوه اليوم عشان مبليش يعني في الجنه، عشان المجتمع الدولي اليوم نشر الجيش اللبناني وتعزيزه ايضا بقدراته بعتاده 8000 جندي. كلنا مع الجيش اللبناني وبنوقف خلف الجيش اللبناني، بس لما ما يكون الجيش اللبناني عنده سلاح يقدر يقاتل اسرائيل. قلت لك لو الاسرائيلي فات 1 كيلومتر بالبر ما عم يحكي كل هالحكي كله سوا، كان اجا حط اعلامه وعمل منطقه عازله وقال لك سلام يعطيك العافيه امفل سلم سلاحك. بعدين اليوم صار في انتخاب لامين عام حزب الله الجديد الشيخ نعيم قاسم حماه الله، بيطلع جالنت بيقول له انه ايامك معدوده، صاروا يحكوا بالموت كمان، مش عارفين انه كمان اللي بيقدر يوصل على عقر دار نتنياهو. المفاجآت اتي فيديكي المفاجآت اتي وحزب الله بيعتبروا انه وصلوا اليوم يعني لقيادات الصف الاول والى الامين العام السيد حسن نصر الله، بيعتبروا انه يعني ما رح تم تصفيه القيادات الامنيه والعسكريه لحزب الله. بالحرب القاضي تستشهد دائما، في الحرب القاضي هم من يستشهدون. واذا هذا القائد اللي نذر نفسه الى الله سبحانه وتعالى سماحه السيد حسن نصر الله من أول مكان أمين عام حزب الله، هو نادر نفسه للشهادة. نعم. وكل القاضي هني بيطلبوا الشهادة. هذا موضوع شو بدنا فيه. استطاع الإسرائيلي إنه يأخذ من القاضي، ولكن القاضي تركوا خلفهم قاضي. ليش في مجلس الشورى بحزب الله وبيجتمع المجلس الشورى ودائما السيد ما بياخذ قرار من حاله، دائما كان يجتمع ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم. هذا القائد، والقائد راح كفينا لانه هو وصيته مكفي. والسيد عباس قبل ما اختلته اسرائيل بجنوب لبنان بصواريخ هو وطفله الرضيع وزوجته، وكفت هذه المقاومه. واليوم استشهد سمحت السيد له شهر وانتخب امين عام جديد لحزب الله، وان شاء الله بيكون عقد المسؤوليه، وهو اكيد عقد المسؤوليه وبكفي هذا النهج وهذا الخط، وما حدا بيوقفنا ولا حدا بينهينا. اليوم على ماذا يراهن يعني رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عندما يشترط اليوم على لبنان وانه بدعم من الولايات المتحده الامريكيه؟ خلينا نروح على هدنه سربت اليوم بوسائل الاعلام العبريه على 60، نبلش بهدنه 60 يوم، خلينا يكون يعني حصار على لبنان جوا وبحرا وبرا مقابل وقف اطلاق النار. هل قد يكون الحصار على لبنان مقابل وقف اطلاق النار؟ شو قيمته اليوم وقف اطلاق النار اذا كان فيها انحصار جوي وبحري وبري من كل الاتجاهات اليوم على لبنان؟ من الدرفي لتحت المزلاب، يعني من الدرفي لتحت المزلاب. على ماذا يراهن اليوم؟ لا هل على ضعف يعني الاداره الامريكيه في هذه المرحله، ما هي الفتره الفاصله قبل الانتخابات الرئاسيه الامريكيه؟ عنده 5 أيام كثير خطيرين. بعد ال5 أيام اساسا نحن ما نحن متكلين على احد، متكلين على هؤلاء الشباب اللي عم بيقاتلوا، وهالشعب المقاوم اللي عم يوقف ويساند، وبعده لحد هلا بيقول لك ما بتخلى عن شبر من ارضي. وبتذكري بال2006 صار في اتصال انه اذا بيطلعوا اهل جنوب بعد الساعه 8 بالليل على الجنوب، قالوا يا حبيبي صاروا بجنوب اهل جنوب دوله الرئيس نبيه بري، صاروا بجنوب قعدوا على اراضيهم. اليوم نحن ما في هذا وقف اطلاق النار عبر قراراتنا نحن، خلص. انت اليوم نتنياهو عم يعمل فائض القوي حتى يفرجي المجتمع كله تبعه الاسرائيلي. في 47 الف شركه باسرائيل سكرت، الاقتصاد ضرب. وهلا وتذكري قال الحاج محمد عفيف
مسؤول علاقات إعلامية بحزب الله بمؤتمره الأخير أنه غدا في مفاوضات على أسرى. ما بيحكي عبس هذا الرجل، ولا بيحكي أنه لا يحكي في مفاوضات، بس شوية وقت، بس هي لما الحرب ربع ساعة الأخيرة هي اللي بتقلب الميمنة على الميسرة. في ربع ساعة أخيرة قلت لك والله مش قصة عواطف، رح نحمي الرايات النصر لأنه نحن ما تعودنا ننهزم. مش بقاموسنا هيدي الهزيمة، مش بقاموسنا. اقتلوا منا ما شئتم، لأنه رهنا على الشعب والشعب بقي معنا. مش قدي قادرة اليوم المقاومة أن تصمد، أن تواجه، أن تتقدم بظل هذه يعني الهمجية الإسرائيلية وهذا التدمير الممنهج وهذا القتل، وعندك اليوم دعم، كل الدعم لإسرائيل، الدعم الأمريكي الغربي وغيره، من الطائرات، من التكنولوجيا، كتير حتى موضوع الاستخبارات، موضوع التجسس، موضوع في كتير يعني إسرائيل. قديش قادرة المقاومة اليوم وهالقدي مكشوفة صارت؟ طيب. فينا نقول لا بطلت مكشوفة خلص، هيدا الملف طوينة صار ورا ظهرنا، خلصنا هذا الملف. كيف؟ اليوم خلصنا، نعرف من هو، والحساب بكرة هو بيتحاسب بي بي بالمقاومة. على مدى سنوات كانت مكشوفة يعني أنت اليوم المقاومة. لما بتكون أنت بتكون مربي شخص وبتوثق فيه وبيطلع خاين، شو فيك تعمل؟ ابنك إذا بالبيت بتربيه وما بيطيعك، شو بتعمل؟ أنت لما بكون عاطيك ثقتي وعاطيك أمني وأماني وأنت بنفسك خاين، انا شو في اعمل؟ بتشوف كان ضعف المقاومه فقط من موضوع التجسس او العمالي، التجسس والعمالي والتكنولوجيا اللي عند الاسرائيلي. التكنولوجيا اللي عند الاسرائيلي، قلت لك هو 3000 بيجر، ما قلت لك من 2006 عم يشتغل الاسرائيلي على لبنان. بس دخلت على لبنان اي متى؟ دخل بال2000 يعني، في منهم حكى قبل بسنه، في ناس عم تحكي بال2015. لا اول شيء البيجر تلفت ب 2015، فاتت من شركه موتورولا فنلنديه مصنعه يعني وقت طوفان الاقصى، فينا نقول حوالي عام قبل طوفان الاقصى، بعد طوفان الاقصى فاتت البيجر على لبنان، يعني اشهر، ايه 9 و8 اشهر يعني هيدي اللي فاتت على البيجر على لبنان. في منهم ضلت البيجر القديمه معهم، ومنهم بدلوها، اللي بدلوها كان نصيبهم. برايك ما اصيبت المقاومه يعني فينا نقول غير موضوع الطعن باحباط يعني بعد اغتيال هالقيادات وامينها العام، رغم انه يعني كل اليوم عسكري او امني داخل حزب الله هو يعني يطمح الى الشهاده. لا 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 ابدا، صار عندهم الشباب اللي عم بيقاتلوا، صار عندهم الثأر، وصار عندهم المحافظة على هذه المقاومة بعد استشهاد الأمين العام واستشهاد السيد هاشم صفي الدين والسيد فؤاد شكر والسيد إبراهيم عقيل، كلهم صار عندهم هذه المقاومة، صار عندهم الشباب فائض أكثر للسأل والمحافظة على هذه المقاومة وحفظ وصية السيد، حفظ هذه الوصية أبدا. ودليل على هالشي، الإسرائيلي اليوم بس بعطيكي وزير، وشو طلع صرح لما انتخب أمين عام حزب الله، وبيرجع بيقول لك صاروا 20%، صار حزب الله صاروا 20. يا حبيبي إذا حزب الله 20% اتفضل فوت على جنوب لبنان، ليش مش عم تفوت على جنوب لبنان؟ وفي صور قلناها، في وثائق وقلتها كمان، وطلعت الفيديوهات كيف حزب الله عم بيصور، كيف عم يستهدف الجنود الإسرائيلي. في تقدم يعني مئات الأمتار للجيش الإسرائيلي أبداً. كيف عم يتم يعني تلغيم البيوت؟ لا لا لا، أول شيء ما في تلغيم، هذه كلها إشاعات بس الإسرائيلي. إذا الإسرائيلي عنده الوثائق بس الإسرائيلي عم يطلع يضرب بالجو، عم يتفوق بالجو من يوم يوم، وبيتفوق بالجو لأنه أنت ما عندك مضاد الطائرات. أول شيء لما بيكون عندك مضاد للطائرات حول العالم العسكر اللي هلا عم يطلعوا كتير وبيحكوا للضباط مع احترامي إلهم المتقاعدين يحكوا عن هذا الموضوع بالذات، إنه هن اللي بيفهموا فيه، مش يحكوا بالسياسة، ما يدخلوش بالسياسة، يحكوا بالأمن. بيطلع بيصير يرسم له الدائرة وين، وقال اللي هو السيد مشكور إنه بيصير يرسم له الدائرة، ليش عم تفتح الإسرائيلي على عيونه عشان هو مش منتبه له بيكون. أنت حبيبي يا بدك تطلع تخدم بلدك وتحلل صح، يا ما تطلع تحلل وتحكيني سياسي. انا ما بحللك عسكري لانه ما قصني بالعسكر، انا عم بقرا شو صاير بالداخل، شو صاير عند الاسرائيلي بالداخل، ليش 47 الف شركه سكرت باسرائيل، اقتصاد انضرب، ليش اهل الشمال هربانين من اسرائيل ومش عم يقدروا يعيشوا باسرائيل، ليش من ورا هول المقاومين اللي عم بيقاتلوا. قال 100 متر فات بالبر، فرجيني 10 امتار، بديش اقول لك 100 متر، 10 امتار فرجيني فت بالبر وانا مستعد للي بدك اياه. ما انت بدك تكون عندك برهان. وحزب الله لو بعده، لو منه بالبر
قادر ينتصر وشباب شباب الله في الميدان قادرين ينتصروا ما كانوا. بالأمس القريب بعثوا له رسالة بال 2006 وقريبا كمان رح يكون في رسالة منهم بتنبس عبر الإعلام للأمين العام الجديد. التصعيد اللي عم نشوفه هالقد بالفترة الأخيرة بالمواجهات بين المقاومة طبعا والعدو الإسرائيلي، عم نشوف في تصعيد همجي على بقرى جنوبية حدودية، حتى اللي شاهدته بالأمس يعني قرى 15 ضيعة ببعلبك مش هيني، كان فيها مجازر وأيضا يعني 35 غارة شهدتها ليلة أمس يعني بعلبك. عم تشوف هالتصعيد عم بيكون كتير كبير، إلى شو فينا نقول مرده؟ هل هو نحن مقبلين على هدنة أم يعني يتكل على نتنياهو على الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا مش بس على الولايات المتحدة، نتنياهو عم يتكل على الداخل، إنه داخل البيئة الشيعية بدي أحكيها بيزعبها، وبيصير نتنياهو مثل ما بده هون بيعمل فتنة داخلية في لبنان، بيكون دمر اللي دمره وعمل اللي عمله، ولكن ما وصلت له، ما قدر لأنه التم اللبناني مع خيه اللبناني، وتأكد اللبناني أنه ما قلنا إلا بعض، وتأكد اللبناني الآخر أنه يا خيي ماشي الآخر، كنا لبنانيين بالنهاية، هذا مقاومة لبنانية كل فيها. وبالزمان قالوا للسيد حسن نبعث لك مقاتلين، قال لهم ما بيدافعوا عن لبنان إلا شباب لبنان، ما في على الجبهة فوق شاب مش لبناني، يجيبوا شاب مش لبناني، مش لبناني من الضيع من البقاع، هذا اللي عم بيدمر خزان المقاومة. الإسرائيلي ينال يعني من المواطنين لضرب أيضا المقاومة، هو يضرب اليوم طبعا يعني بيئة المقاومة ليوجع اليوم المقاومة أيضا. ما في يوجعنا، نحن شعب جبار ونحن شعب نقاتل ونقاوم. بالأمس القريب شفنا الجزائر دفع مليون شهيد كرامة ما حدا يحتله، ما حدا أحلى مننا، نحن منعلم الناس المقاومة والجزائر نفتخر فيها، فنتعلم من هذا البلد، نتعلم من هذا البلد كيف نقاتل ونحافظ على بلدنا وعلى كرامتنا وعلى عروبتنا وعلى شرفنا وعلى كرامتنا. ليش بدناش نحافظ عليهم لهول؟ كرمال مين؟ الإسرائيلي ما كان عنده بالخيام وبنصار وما كان ياخذ ميه الليطاني، كل هذا اسرائيل بدها اياه. لك اجى حاربنا على النفط، اجى حاربنا على النفط كرمال ممنوع ناخذ شيء نحن من بحرنا، فكيف بدنا نخليه يفوت على لبنان ويقعد بلبنان؟ الاسرائيلي طبعا عم بده يضرب البيئه لتقوم هيدي البيئه على المقاومه، فلا البيئه عم تحب المقاومه اكثر، كل ما عم تختال شخص منهم مننا طبعا يعني عم نحب أكثر هذه المقاومة. لكن اليوم في تململ لدى النازحين، يعني عندك أكثر من مليون ومئتين ألف يعني في نزح. لو مليون ومئتين ألف أول مرة يعني ينزح كمان طبعًا عندك طبعًا. أهالي البقاع في ما كان مأمنهم يعني حياة كريمة، حياة اجتماعية، حياة حتى يعني أنه اليوم ما في خطط كانت من قبل الحكومة، عم تتكل اليوم على بعض المساعدات مشكورة كل الدول اللي عم تبعت مساعدات وأيضا يعني المواد الغذائية، لكن قديش بدها تكفي هذه المرحلة إذا طالت الحرب؟ قديه قادر يصمد اليوم هدول النازحين؟ هو كان عم بيقول سيناريو غزة في لبنان، سيناريو غزة ما بيتنفس في لبنان لأسباب عديدة عديدة جدا جدا جدا. السبب الأول ربما الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيعة أو ما تكون مشابهة السيناريو في لبنان، يعني سيناريو مواجه هو بال 2006 ضرب السورة وضرب غزير. هلأ قلت لك عم يلعب لعبة ذكية جدا، لأنه هيدي سياسة اليهود، هيدي سياسة الإسرائيلي، بيلعب بفتنة داخلية في لبنان، بيعلقوا اللبنانيين مع بعض، هو بيقعد لحاله بيجي بياخد الجنوب مثل أيام زمان، بس هيدي منقله إياها وأحلام أحلام 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 قد ما بدك. كان قبل شروطاتهم أنه بدهم 3 كيلومتر أو 5 كيلومتر، صرنا اليوم صرنا بدنا لجنوب لشمال الليطاني يعني من حكا حتى يجي يعني على بيروت يتفضل عن موضوع البنود اللي عم تطالب ب 17-1 يعني إلى شمال الليطاني. هيدا الشعب اللي عنده العنفوان وبيشوف كيف قاداته عم تستشهد وولاد قاداته عم تستشهد، لعمي شو بدهم حزب الله؟ بس سؤال تعني اتناقش أنا والكون كله، شو بدهم حزب الله غير الدفاع عن لبنان؟ شو عم يطلب حزب الله؟ البعض بيشوفوا راح يدافع شو عن القضية الفلسطينية وعن طب طبعا بدك وعن سوريا. انت امبارح هيدي الطفلة، لا سوريا ما كان اجا داعش قعد ببيتك وقعد بأحضانك واجا فجرك داعش وبعت، لو ما عملت هيك ما انت حبيبي سوريا خاسرة لبنان.
داعش تسلل على لبنان وانت حربته وتسلل على لبنان وفجر بير العبد وفجر بحار تحريك، ما اجى الداعش على لبنان وما كان سباك الداعش مثل ما عمل بدار الزور ومثل ما عمل بدرعة ومثل ما عمل بغيرهم. ما انت عم تدافع، عم تلعب لعبة الهجوم افضل ما تلعب لعبة الدفاع. وفرجينا الاسرائيلي كيف كان عم بيخطط وشو عمل وشو سوى. هيدا العملية الاجرام. لا، اليوم هيدي البيئة، لأرجع لك للبيئة، البيئة صار عندها حب للانتصار، ما عندها حب للهزيمة، صار بغريزتها الداخلية انه لا نحن كلنا واحد. عن جد شو هيدا الاسرائيلي؟ بالداخل ما عندنا عدو، نختلف بالسياسة مع الكل، هيدي خلافات سياسية، لا عداوة دائمة بالسياسة ولا صداقة دائمة، مصلحة دائمة. حزب الله بحياته بالسياسة ما كان يفكر الا بشغله وحده، هي حماية. انا عم تحكي كانه في اتفاق داخلي، وبينما ما في هيك اتفاق داخلي، لا بالسياسه ولا على حول دور المقاومه ولا على دور يعني سلاح المقاومه اللي عم يطالبوه هلا اللبنانيه انه بتجريده من سلاحه وانه يسلم سلاحه للجيش اللبناني. ما في قوى اليوم لبنانيه معارضه مقابل يعني حزب الله. فيش غير واحد عمل اجتماعه وما نجح اجتماعه، عمل اجتماعه وما نجح اجتماعه، عمل اجتماع وطلع تفضل وطلع ما كلمة إسرائيل بالاجتماع كله، ما ذكرها، ما ذكر الشهداء، ما ذكر شو شيل الطوائف، ما تحكيني الطوائف. هيدا لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، مش لألك ولا لألي ولا لحدا، لكل لبنان. طب في 2250 شهيد، ما ذكر ما ذكر إسرائيل بالبيان كله سوا، وعمل اجتماع ما حدا راح على الاجتماع، لا السنة راحوا على الاجتماع، وصار في اجتماع بتركي شفنا كيف الجميع ذهب إليه تحت غبطة، تحت قبة هيدا قبة التركي والبطرك والشيخ علي الخطيب والشيخ أحمد أبلان والشيخ دريان مشكور، المفتي والمفتي أبلان مشكور، ونائب رئيس الاستمشي الأعلى مشكور، الكل اجتمع على الوحدة، على الوحدة وعلى التماسك وعلى أنه عدو إسرائيل هي عدوة، وإسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام. هيدي إسرائيل. أما بالداخل اللي عم بيراهن على خسارة حزب الله وانتهى حزب الله، يا حبيبي والله ما تراهن، والله ما تراهن، راح تخسر. قبل قعدتكم كوندوليزا على طاولة وحدة وبدأ شرق أوسط جديد، بعضهم عم ينحكى اليوم بشرق أوسط جديد ونتنياهو عم بيهدد فيه والولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا اليوم يعني خلال جولات السفيرة الأمريكية وحتى لقاءاتها، وعم ينحكى وراء الكواليس قديش عم تجتمع مع يعني أفرقاء لبنانيين مطالبتهم أنه كمان يقوموا بعريضة في وجه حزب الله، في وجه ما يعني هلأ اللي عم بيصير، ويقولوا كفى للمقاومة يعني رايحين بعد يعني أكثر من هيك. بعدنا عم نحكي أنه كأنه البلد بألف خير وكأنه مرتاحين على وضعنا وكأنه اللبنانية متفقين، ما في حدا متفق مع لا اللبنانية، المواطنين أساساً المواطنين اللبنانيين جميعهم مسكين إيدنا بإيد بعض ومتفقين أنه إسرائيل شر مطلق. أما اللي بده يراهن على سقوط حزب الله، حزب الله ما كان عم بيراهن قبل ما يكون في إسرائيل، وكان عم بيراهن ويقول لك اليوم وبكرة، وراهن قبل على سقوط النظام بسوريا وما طلع له شيء. يا حبيبي لبنان إلنا وإلك، روق علينا، نحن اللي عم نستشهد مش أنت، ولاد القاضي عنا عم بتموت مش ولادك، ولادك قاعدين بأوروبا وبغير أوروبا، روق علينا شوي، يا بدك تكون معنا بخطنا يا أما بدك ما بتقبل أهل الجنوب لضياع على الحدود، هيدا ما بيقبل الإسرائيلي يحكمه، فهم يا حبيبي، لو ما مش بيت، لو بيروح بيته وأرضه بيضل واقف مثل الأرزي، ما بيموت إلا على الواقف. شو المانع اليوم إذا بيكون في يعزز الجيش على الحدود اللبنانية وأنه بيستلم الجيش اللبناني وفي قوات تعزيز اليونيفيل؟ هلأ عم بيقولوا أنه من ضمن البنود أيضا أنه بدهم يدعوا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وتمويله وعتاده، يعني صار لهم سنوات بيحكوا مين بيدعم بتسليح الجيش اللبناني، مين بيصلح الجيش على مدى 18 سنة؟ لحظة، من يصلح الجيش اللبناني؟ الأمريكان من أيام قبل العماد جوزيف عون، ومن قبل مين بيصلح الجيش اللبناني؟ الأمريكان. صحيح. او يعقل الأمريكان راح يعطيه سلاح ليقاتل فيه اسرائيل؟ يعني طيب ما انت بدك مجنون يحكي وعقل يفهم.
اليوم هذه المقاومة تملك ما تملكه من القدرات وتملك ما تملكه من القوة ومن العزيمة. هلأ مش وقت تحكينا نضم الجيش، وهلأ روق بعد الانتصار يمكن نقعد كلنا على طاولة واحدة ونتفق لمصلحة لبنان، ولكن السلاح لا يسلم لا هلأ ولا بعدين، لا هلأ ولا بعدين، طالما إسرائيل موجودة طالما السلاح موجود، وغير هيك ما في حل. وهيدي البنود كلها شي ليها خلص نسيها، انت نسفت قرار 17-01 اليوم ما كان، اليوم مع بعده لبنان الرسمي عم بيقول لا بدنا نطبقه. مين ما انت بدك تطبقه؟ يطبقه نتنياهو، ما سمعت شو عم مين عين نتنياهو قبل ما نحن نعي، وبده يفوت 18 كيلومتر وساعة 7 كيلومتر. هذه الامور كلها صارت وحبر على ورق، حبر على اليوم الميدان. يعني الرئيس ميقاتي بجولته ببريطانيا التقى رئيس الحكومه وزير الدفاع وزير الخارجيه الامريكي، بعدهم عم بيقولون لبنان عم بيطالب بتطبيق القرار 1701 لاسرائيل ما طبقته منذ يعني صدوره من 2006 ما تطبق. شو المانع اليوم يطبق القرار 1701؟ مين يعني بمانع اليوم؟ انت بعدك قايله هلا نعم. انت حتى المقاومه اليوم رفضته، انت الاعلاميه نعم. الخطيرة والمخضرمة مش بعدك قايلي هلأ إنه نتنياهو ما بده ينفذه؟ نعم. يعني نحن شو عم نعمل؟ نحن عم ندافع عن أرضنا، هو المغتصب مش نحن، مش رحنا نحن لعنده، هو اللي فات، هو اللي دمر غزة، ونحن يأبى شرف القدس. مش شعارات نحن أفعال. هيدي الشعارات من سي من عنا، نحن يا منوقف جنب خينا ومنسانده ومنوقف جنب هذه المقاومة وكل الأحرار في العالم، يا بلا ما نكون موجودين، خلص نروح نقعد ببيوتنا، خلص ما حداش يزايد علينا. كل واحد بيطلع بيحكيني بمفكر حرب، اليوم حزب الله لأنه تفرد بقرار الحرب دون مشورة دون يعني شريك، وفي بالنهاية ما عندك شريك بالوطن. للشريك لحظة، نحن ما حياتنا ما في كمان يكون شريك بالمقاومة أيضا يطلع كمان يدافع عن لبنان. ما قالينا تفضلوا فين مرة؟ ما قالينا تفضلوا طلعوا اطلعوا قاتلوا، فضلوا طلعوا قاتلوا العدو الإسرائيلي. لا بدي يقاتلك بالداخل يا خي، ما بدنا نقاتلك بالداخل، نحن ما جبنا سلاح لنقاتلك بالداخل، ولم نرفع بوجهك بالداخل، ولم نسمح لنفسنا نرفع بوجهك بالداخل. انت خينا، انت ونحن واحد، نحن دم واحد، اللبناني واحد، ما حدا في زيد عليه. اليوم بعض الناس تركتنا، ما فيش مشكلة، ما في مشكلة، صدرنا رحب، بس عند العاصفة تركتونا، بس عند ظهور الشمس اوعى تفكروا ترجعوا لأحضاننا. ما معتبرين انه كانت يعني القرارات خاطئه؟ ربما انه تخلوا يعني في راي اليوم وراي اخر، يعني ليه اليوم ما بده يكون في ناخذ بعين الاعتبار الراي الاخر؟ ما الراي الاخر انت يعني اذا كان مخالف لراينا ما بيكون ما كان معنا يعني لا ضدنا لحظة. لازم يكون نحن نقتل نستشهد، ما بنقول نقتل، نحن نستشهد واولاد قادتنا تستشهد. وانت وقفت معنا وطلعت قلت اذا في وفاء بينرد هو السيد حسن، تتركنا بعزين أزمتنا؟ فيك تسكت لتخلص الحرب، قول ما بدك إياه، معنا مشكلة. وقف على التل يا خي، شوفنا بركي ربحنا، خي بركي ربحنا، مش بركي، هيدا الربح محسوم، محسوم. هل قد متفائل؟ مش قصة تفائل، أنا بشوف أنا القراءة عم يقرأوها غير والله اليوم. ليك ربما عندهم يعني اليوم معطيات خارجية، معطيات أمريكية لا أنا غربية، إنه خلاص هزمت المقاومة اليوم عسكريا وسياسيا، حتى نبلش يحكي عن المواقف السياسية اليوم يمكن بدها تكون من دون نفوذ أو من دون وجود حزب الله. أول شيء حزب الله ما قالوا نواب البرلمان اللبناني؟ مين منتخبون هول النواب؟ جايين من الموماو منتخبينهم؟ ما الشعب اللبناني نحن على ربما مجلس نيابة جديد، بس نروح على مجلس نيابة جديد وتشكيل حكومة، وتشكيل حكومة يكرم المرء أو يهان، بدل ما يكون معنا 17 ممكن يكون معنا 23 و 25، وإن غدا لنظره لقريب. بدك تغير قانون الانتخاب منغير كل شيء، ما نحن عملنا قانون انتخاب كرمال نرضي فلان وعلتين على حساب واخذ من حسابنا واخر شيء بيربحنا جميله. ما ما ما, ما بتعرفش اللي عم بصير بالمشكله؟ المشكله اللي هي انه نحن عم نقدم كل شيء واخر شيء انتم شو عملتوا؟ مش ممنونين لك يا عمي، والله مش ممنونين. ليش بتشوف يعني حلفائكم تركوكم اليوم؟ طبعا ما هو قال، مش نحن قال، ما عنا مشكلة، عادي عادي عادي، والله والله مين ما يتركنا عادي، مين ما يتركنا عادي، هيدي سياسة بالسياسة. ونحن ما عادش نشتغل بي، اللي كان يسامح
وبيسامح لابعد الحدود وتحكي عليه بالشخصية. اعتبروا خلاص مع استشهاد السيد حسن نصر الله انتهت المقاومة، انتهى مساره، انتهى خط المقاومة. ليش يقبل السيد حسن نصر الله؟ يقبل السيد حسن نصر الله ارضاه الله، بيقبل هو انه هيدي المقاومة تنتهي؟ وصيته نكفي ولا ننتهي؟ ما هو عارفين حاله اللي بيقدم ابنه قبله، ما هو عارفين حاله انه يوم من الايام رح يصير فيه، وهو متمني لها النهار، متمني الشهادة. مين قال بننتهي؟ يا عمي غاب الإمام الصدر اللي أسس هذه المقاومة وبلغ كفة المقاومة، مات سيدي محمد صلوات الله عليه وبقي الخط ماشي. ما حدا يراهن على هذا الشيء إنه إذا راح فلان تنتهي المقاومة. قديش اليوم المراهنة على الميدان رغم أنه عم يشهد كتير تصعيد غير مسبوق بالأسابيع الأخيرة؟ كل رهان على الميدان، ما عنا رهان غير على الميدان. بتشوف الكلمة اليوم النهائية بهيدي الحرب على الميدان شعرات. أم نروح على حل دبلوماسي وبلشنا دبلوماسي. نحكي مفاوضات وربط لا. المفاوضات اللي عم تصير بالدوحة اللي كانت حول قطاع غزة والحرب في غزة ربطها أيضا بوقف إطلاق النار بلبنان. أول شيء إطلاق النار من غزة ثم لبنان، هذا شرط الأساسي، شرط وما بيتغير. وعك تفكري هيدي الحرب كلها اللي صارت، يعني حتى الحل اليوم مرتبط. نحن منا أنانيين، كل هالتضحيات اللي قدمناها مش تنعطي الإسرائيلي مثل ما بده. وقف النار، إطلاق النار بغزة قبل لبنان، هيدا كان الشعار. هيدي أول شغلة. شغلة تانية، المفاوضات هلأ بدك تنسيها، كل العين على الميدان. الميدان هو الذي يحكم. والربع ساعة الأخيرة اللي برجع بعد لك إياها للمرة الأخيرة هي اللي بتقلب الميمنة على الميسرة. في ربع ساعة أخيرة يوم الإسرائيلي يحاول أن يتقدم من عدة محاور، قطاع الشرقي قطاع الغربي، ربما في سيناريو من الجولان، في ناس عم تحكي أو وسائل الإعلام تتحدث عن إنزال بحري ربما. مش وسائل الإعلام، لا، دكتور سمير جعجع اللي قال في انزال بحري. يعني خلصنا من السيء، مش سيء الذكر. هذا الحسين اللي بيطلع لي على العربية، اجينا سمير جعجع كله بيتنبأ، بيقول له لم شملك. نحن بنقول له، انا اللي بقول له، انا لقلك ليش انا اللي بقول له، بدك تنتبهي من هون لو سمحتي. اول شيء عمي انخطط مع الامام السيد موسى الصدر وهو من مؤسسي هذه المقاومة، ونحن مقاومين ابا عن جد، ووالدي هو مقاوم، ابن مقاوم واخ مقاوم. هاي اول شغله. انا بقول له لهذا سيء الذكر، في رنجر مقاوم، رنجر مقاوم، قلت اليوم حتى ما تقولي قلت لك اياها، قلت بحلقه، كان عندي حلقه الصبح فما توخزيني، عم عيدها للناس تسمعها على تلفزيون لبنان، تلفزيون وطني. لهذا سيء الذكر، في رنجر مقاوم اخذينه العدو الاسرائيلي، بكره اذا بس نقصره منساوم برنجر هذا المقاوم على راسه. لهذا عراسه بدنا نساوي، لأنه عيب هيدي التفاصيل. بتطلع عم تعطي إنزال بالبر وإنزال، يعني يجوا يتفضلوا، ما شفناهم نزلوا قبل بنصري، شو صار فيهم؟ شو صار فيهم؟ ما عملوا إنزال بنصري، ما عملوا، ما في تغيير. هذا التدمير اللي بتشوفه اللي شفناه كلنا امبارح، ما شفناه بال 2006 بمدينة سور. أوه. يعني من جهة البحر وهالتدمير، كانت رسالة اليوم للرئيس بري بتعتبرها اللي هي مدينة التعايش المشترك. رئيس بري قال له اليوم كلمة ما في غيرها، قال له أنا ماني طنجرة الضغط. ما بيمان رئيس بري المخضرم ابن هذه المقاومة، وهو المقاوم الأول، وقال على منبر الإمام الصدر بعطيكم 100 مجلس نواب وما بتخلى عن المقاومة، 100 مجلس نواب بعطيكم وما بتخلى عن المقاومة. لأنه بيعرف الرئيس بري من هي هذه المقاومة، والرئيس بري حركة أمل ألم تقدم شهداء في هذه الحرب وفي غير هذه الحرب، ولم تختال إسرائيل قاضي من حركة أمل. ما هذا الرئيس بري، ما حدا يلعب مع الرئيس بري، ما حدا يفكر. اليوم في تصريح للرئيس بري بيقول في إسرائيل ليست في موقع قوة يتيح لها فرض الشروط ما دامت المعركة مستمرة، واعتبر أنه وضع المقاومة في الميدان جيد جدا. سيدتي أنا قلت لك، قلت لي أنت عينك عشو، قلت لك على الميدان، قلت لي مفاوضات، قلت لك لا والله أنا ماني سمعان لهذا الحديث. هلأ سمعت هيدا الواقع، الميدان هو اللي عم يحكم. وأنا قلت لك لو خسرنا بالميدان حق العالم كله تحمل اللي بدي، بس رجال الله في الميدان بقول لهم هلأ من هون،
عضوا على نشيزكم وتدوا في الأرض قدمكم وأعلوا لله جمجمتكم وارمي ببصركم وارموا ببصركم أقصى القوم وغضوا بصركم واعلموا أن النصر من عند الله ومن عند سماحة السيد حسن نصر الله. العزيمة اللي أعطانا إياها ما بيخلينا إلا ننتصر، ما بيخلينا هذا الرجل هذا القائد هذا السيد إلا أنه ننتصر. ضحى بنفسه كرامتنا، مش لتيجي إسرائيل تبردع بلبنان ويجي واحد نتن واطي مثل نتنياهو بده يتحكم بمصير شعب لبنان طويل عريض. لا، ما فشر. كل هالمفاوضات اللي عم تصير اليوم بتشوفها أو بتحطها بإطار يعني فينا نقول مراوغة أمريكية إسرائيلية لحد ما تحصل الانتخابات الأمريكية، يعني كأنه اليوم أنه أنت بتعتقدي الأمريكاني قلبه علينا يعني أنه الأمريكاني لنعطين فرصة بعد لما بيطلع نتنياهو يستكمل اليوم همجيته. والله بتعرفي شو المشكلة؟ ما بحب كرر كلامي لحتى الناس ضلها متشوقة لشيء جديد، لأنه لما بتكرر كلامك الناس بتقلك يا خيي حل عني ما سمعناهم 20 مرة. بس أنا بدي أعطي مثل وحيد، لأن سألتيني هذا السؤال، لما الكونغرس الأمريكاني بيزقف لنتنياهو 3 دقايق و14 ثانية، لما نتنياهو بيقطش اجتماعه وبيطلع يوم اغتيال سماحة السيد من قلب نيويورك، طب شو معناتها هاي؟ من قلب الأمم المتحدة إيه؟ بيطلع وبياخد الأمر باغتيال سماحة السيد. الأمريكان معنيش خبر يعني؟ كيف؟ هذا السنوار المقبل غير مدبر لاستشهد وسلاح بإيده كرامة مين؟ مش كرامة القضية الفلسطينية؟ ما هذا مشروع، هذا تكون أو لا تكون، ما عندك حل تاني. ليش أنا عم قلك أنه هاي المفاوضات كلها كذب؟ يعني إيه يوم يعني نتنياهو يستكمل مشروع الإسرائيلي يوم عبر يعني احتلاله لغزة إلى لبنان، ويمكن ربما يعني مشروع مكمل من شمال غزة إلى جنوب غزة، ويمكن بكرة الصبح يفطس نتنياهو، مش يفطس بالمطأ واللي يوصل على بيت نتنياهو حزب الله ما بتعرف شو عنده. والأيام الميدان والأيام الجاي قلت لك عين على الميدان، خلي كل لبناني ينظر إلى الميدان، وأنا رح أعطيك بكرة بإذن واحد أحد علم تحملي علم اللبناني ومكتوب عليه رايات النصر. أنا رح أعطيك إياه، هقدم لك إياه هون، ونحتفل بالنصر سويا سويا، لأنك أنت مقاومة وبتحب المقاومة، المقاومة اللبنانية اللي عم تدافع عن لبنان، لأنه عم نشوف الإسرائيلي. كيف بتقنع اليوم يعني شريكك أنه لا لازم تبقى هالمقاومة ويبقى مشروعة ويبقى سلاحة، إذا بك تحكي مع شريكك الآخر اللي رافض فكرة السلاح، لأنه شريكك اليوم ما عنده سلاح. شريكنا الآخر فتح لنا البيت بيوته، مش قبلين ابني يقاتل ابنه أيام اللي كانوا يقاتلوا بعض، مش قبلين هلأ ابني بيلعب مع شربل وعلي بيلعب مع عمر. فمع هاي الأيام ولت هني بعض الزعمة شوي، زعيم واحد أساسا فيش غيره، مش زعيم أساسا زعيم بالكذب وبالنفاق وبالقتل وبالدم. نحن ما قتلنا حدا في لبنان، نحن كنا عم ندافع عن لبنان وبعدنا عم ندافع عن لبنان. وخير لما كان يقبض الشاب 500 دولار بحزب الله ويعرض نفسه ويترك 750 ألف ليرة كان معاشه مقابل شو، لما طلع الدولار ها صاروا يقبضوا شباب حزب الله. طب ليش ما كنت تشوف لما استشهد من 2011 لل 2019 بسوريا كان عم يقبض 500 دولار ويطلع كرمال ما يجي الداعش يقعد بأحضان يقعد بلبنان؟ هذا كله هذا الشريك. نحن بنقول الشعب اللبناني هو الشريك، الشعب المقاوم هو الشريك. إذا بعض الزعماء بدهم يحافظوا على كراسيهم ما هي إلا أيام قلائل. وحتى الرئيس الحريري رحمه الله على الباب برا على باب السرايا، بس تشوفيها شو حط عليها كلمة كتير رائعة، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. صحيح، ما راح تدوم لحد هيدي الدنيا، بتدوم بس للي عندهم أخلاق وعندهم قيم وعندهم مبادئ. بس المفاوضات بالدوحة اللي كأنه فينا نقول تفرملت،
يعني كأنه اليوم نتنياهو لازال اللي يحط فينا نقول لا نتنياهو عم يلعب لعبة العطرسة هيدي العنجهية وأنا 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 بده اقتلاع حزب الله وحماس اقتلاع حماس يرجع يحمي نفسه من أول وجديد إنه رجعتكم أنا مثل ما هجروكم حزب الله من شمال فلسطين أنا هجرت لكم إياهم على بيروت بس وبخذ لكم بزبطكم الوضع باخذ لكم الجنوب برجع مثل ايام زمان برجع بحكم لبنان 82 يعني اجتياح لحد شمال الليطاني اذا بيقدر يعملها او لحد بيروت اذا بيقدر لحد ما فاتوا على بيروت ب 82 ننساهم هيدي المقاومه ولدت عشان هيدي الامور ما ترجع على لبنان وما حدا يقرب على لبنان وانا بناشد العرب من هون لبنان دخلك وطن عربي مش هيك حسب نحن درسنا بالمدارس لبنان وطن عربي ولا وطن فلسطين شو فلسطين القضية محتلة الفلسطينية. القضية الفلسطينية مش قضية المنسية. محققة مش محققة القضية الفلسطينية مش استباحة الأرض نتنياهو يوم ما بتشوف بس لبنان لوحده عم يدفع الثمن فقط بالدفاع عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية ليه بده هالقد بس لبنان لوحده دون سواه لوحده اليوم عربي وطن عربي فينا نقول جاوبيني على سؤالي قبل القضية الفلسطينية عناقيد الغضب ليش كانت على لبنان سنة 96 قبل كان في قضية نحن طول عمرنا مع القضية الفلسطينية وطول عمرنا منضحي كرامة هذا القدس لأنه هو مستبيح الأرض هو اللي مغتصب مش نحن يا عمي أنت عم تدافع عن حقك مش عم تدافع عن الباطل أنت عم تدافع عن الحق يعني عن جد شيء بيحط العقل بالكف إنه واحد عم يدافع عن أرضه وآخر شيء بيجي بيقول لك ليش عم تدافع عن أرضك هيدي أرضي هيدي أرضي ما شفتي قبل هذا الزلمة اللي بالجرافة حطوه بالرمل لهون وبقي واقف ما بيزيع عن أرضه هيدي أرضه يعني هيدي أرضنا مش أرض نتنياهو ولا بي نتنياهو ولا اللي خلف نتنياهو ولا الإسرائيلي ولا اللي خلف الإسرائيلي هولي لموهن زعبوهن الإنجليز من ميلي وزعبوهن البولندية من ميلي وزعبوهن الإيرلندية من ميلي راحوا عملوا دولة واستحلوا بلد وعملوا حاله إنه هني موجودين وأنا اللي بيأسفني أكثر من هذا كله اللي بيأسفني عن جد هيدي الطفلة امبارح اللي طلعت قالت إنه قتلتوا السيد حسن شو بعد بدكم بكت اللي بعمره ما بكي يا عمي ربما أهداف نتنياهو لم تنتهي يعني حتى الساعة كذلك ما في أي إنجاز اليوم يسجل لنتنياهو إنجاز عسكري رغم قتله واستهدافه لكل القيادات في حزب الله يعني ما وصفنا قيادات قتلت استشهدت وعين ما كان قيادات خلصنا هذا الملف طوينه فتحنا صفحه جديده فيك هلا اذا قادر يا نتن قادر اعمل بس والله مشروع والله. فقط نتنياهو هو يعني ارجاع المستوطنين الى واحد كذاب اي ارجاع المستوطنين بده ياخذ لبنان باله بالمستوطنين هو باله بالمستوطنين هو بعده لهلا السياسات اللي قبله كيف طلعت من لبنان سنة 2000 ما رجع عمل حرب 2006 ليرجع يفوت على لبنان لأنه خيرات لبنان كتيري وانت بس بدي اقول لك شغلة خريطة جبل عامل في لبنان غير أي بلد بالعالم لا يعرفها لا الأقمار الاصطناعية بتكمشها لا يعرفها إلا جنود الله وشباب المقاومة في حزب الله وحركة عمل هن اللي بيعرفوا كيف بتفوت وين تطلع لا أقمار الاصطناعية ولا مخبرين قدروا يعرفوا ولا العملاء قدروا يعرفوا ولا حدا بيعرف عشان هيك ما عم يقدر يربح نتنياهو ونتنياهو لو ربح يا ست ابتسام كان ما لا سأل عن مفاوضات ولا رجع عملك بعت من 3 أيام وبكرة بتطلع بالإعلان ونحن ما منرمي جذوف ولا بحكيك لعب الهوى أنا أول إنسان ومش عم بحكي لأحكي قلت في فيديوهات من الميدان وصار في فيديوهات من الميدان وأنا مستعد مش للموت أنا نادر نفسي فدا وطني لبنان واللي ما بيحب وطنه واللي بيخون وطنه لإله هوية ولإله دين هذا الوطن وإله حق علينا وحب الوطن إيمان واللي ما بيحب وطنه ما يتزاك علينا ويطلع يحكي ناطق إسرائيلي يربح
روح تمرجل بشطارتك. أو بانتظار اليوم، يعني اليوم ربما الإسرائيلي ناطر الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ناطر رئيس جديد. قديش بتشوف اليوم الإدارة الأمريكية الحالية، هل هي قديش هي ضعيفة اليوم، لم تعد تملك يعني فينا نقول الأدوات الضاغطة على إسرائيل للضغط عليها لوقف الحرب على لبنان؟ الأمريكاني لو قادر يوقف الحرب على لبنان وقفها، لأنه ضرته ما فادته، ضرته. لكن هو من يمد إسرائيل اليوم الأمريكاني عم يتزاك علينا. هو بده الحرب، إجا لمرحلة قال لك خلص شو بده هذا الموضوع، خلينا نوقف الحرب، ما قدر. نتنياهو قال لك بدي كفي، لأنه رح يصير فيه مثل أولمرت، بنحط بالحبس إذا ما بكفي، وأنا بدي أعطي الأمان للإسرائيليين وفرجيهم. ما راح تعطيهم الأمان، راح تعطيهم العواقب. هلا راح تعطيهم الأيام جاي، ما هي أيام قليلة. قلت لك ربع ساعة الأخيرة، وتذكري كلامي، ربع ساعة الأخيرة راح يخلي نتنياهو وحكومته ومن معه هو يطلب، يا عمي خلص وقف، أنا مستعد للي بدكم إياه، ها سحبت واللي بدكم إياه. فتح كل هالجبهات اليوم مع غزة، مع لبنان، مع إيران. اليوم في رد، في رد لإيران على الرد الإسرائيلي بتشوف؟ أكيد هيدي إيران ما طلعت كمان استغنوا عنكم إيران وبعتكم إيران وراحت إيران. حبيبي روق علينا شوي، أول شيء وثاني شيء وثالث شيء، إيران مدتنا في السلاح ومدتنا في الماء ومشكورة. نحن مش ناطمين حدا يدافع عننا، نحن مندافع عن أرضنا. ولما نعرض على سماحة السيد رفض كلي، وهلأ الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أطال الله في عمره ويخلينا إياه ويحمي هذه المقاومة، كمان لو بتعرضوا عليه مئات مؤلفة من الجيوش لن يقبل. نحن اللي مندافع عن وطننا، اللبنانيون يدافعون عن وطنهم لبنان الحبيب. نحن حب الوطن عنا عقيدة، حتى بحزب الله، حتى بحزب الله، وحتى بحركة أمل، حتى بالمساق، في إنه الوطن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. نحن قلنا للكل تفضل على الجبهة أخي، تفضل طلع قاتل، ما حدا عم بيقلك ما تقاتل. بس لما بدك تيجي تقول لي الجيش بده يقاتل وبتعطيه للجيش أسوأ أنواع السلاح، كيف بده يقاتل؟ يعني نبعت لك هذا الرائد اللي استشهد من بيت فرحات، ما مين رفع له القبعة؟ طيب ما هذا بالجيش؟ صحيح بالجيش، عم أقول لك. بس ما عندهم القدرات اللي عنده إياها حزب الله، ولو عندهم القدرات ما كان عندهم مشكلة حزب الله، بس ما عندهم قدرات. هل بتشوف اليوم كافي الدعم الإيراني للمقاومة بلبنان؟ يعني في تحكم اليوم عم بيكون بقدرات المقاومة؟ يعني ولا بحياته الإيراني تحكم، هذه كلها أقاويل بيقولوها بعض الناس. الإيراني قال لك كلمتين، والمرشد لما طلع حتى يعني اليوم الرد الإسرائيلي والرد عم بيكون فيه كأنه سيناريو مخطط له من قبل وعبر واشنطن، ويعني هيدي كلها الأكاذيب. طلع المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي لما بكلمته الشهيرة يوم الجمعة عن سماحة السيد حسن نصر الله، وبالمجالس الداخلية إنه نحن نعطي 20 مليار لإعادة الإعمار لإعادة الإعمار، في 20 مليار لإعادة الإعمار، لأنه الكل عارفين. وبكرة تذكري كلامي، رح ينتصر. حتى الولايات المتحدة الأمريكية بلش تحكي عن إعادة إعمار. ليش عم تحكي عن إعادة إعمار؟ يعني كمان في إنه بكرة مؤتمرات، وبكرة روسيا، وبكرة روسيا أيضا بمدنا، وبكرة الدول العربية بتمدنا مشكورة ما بأخلاقها وبقيامها، ما رح نحكي غير هيك. يعني بالنهاية الدول العربية، لبنان وطن عربي. كنت عم بتقول ليه بدها تمدك الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة الإعمار؟ لأنه عارفين إنه الولايات المتحدة الأمريكية إنه إسرائيل ما عاد فيها تكفي بهذه الطريقة، ورح يربح لبنان، رح يربح لبنان، لأنه المقاومة. أو برأيك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تشرف عليه كأنه حالة استنزاف اليوم بين إسرائيل والمقاومة، عم يستنزف اليوم إسرائيل، يعني خليهم يقتلوا ببعضهم اليوم المقاومة وإسرائيل. نحن اساسا عم ندافع عن ارضنا، مش عم نقتل ببعض. عم تعطي كانه هذا الوقت الفاصل، هيدي هي الولايات المتحدة. شو الولايات خذوا وقتكم اليوم بتصفيه بعضكم، البعض بيعتبرها عم تشوف مين بده يربح، عم تلعب لعبه الوقوف الى التله. مين بده يربح؟ يا بتنوا حزب الله، يا خلاص انتم بترجعوا على اسرائيل. بس ما قلت لك في ربع ساعه اخيره راح تزلزلها لاسرائيل، راح تزلزلها كيف؟ مش بالصواريخ ومثل ما حكينا، لا 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 لا،
راح يكون هناك عمليات ستتم في إسرائيل. هذا حكيتوا فيها من قبل الضربة 23 من أكثر من شهر. وصارت ما فاتت المسيرة على بيت نتنياهو ما فاتت. صحيح. والآتي أعظم رسالة. والآتي أعظم مش رسالة. حزب الله ما بيرمي رسائل هيك. حزب الله لا بده يوجع الإسرائيلي كتير. خلص ما اليوم صار فيه اليوم. بس بعده عم يلعب مرحلة الدفاع اليوم المقاوم. ما في هجوم. أبداً. عم يشوفها دفاع. أبداً. أنت عم دافع عن أرضك صح. أنا معك. نحن عم دافع عن أرضنا. هلأ رح يصير في هجوم مضاد لهذا الهجوم لحتى يردع الإسرائيلي باللي عم يعمله. لحتى يردع. يعني اليوم الأمكاء مثلا بيوقف نهار انه صرنا نحكي هوكشتاين جاي مش جاي. ضيع اللبنانيين ببعض. طرق هوكشتاين على اكس انه انا بواشنطن خيي. انه انا بواشنطن ما نحن من الاساس عارفينك مش جاي. وصاروا ينزلوا على ما هيدا التليفون مشكلة. كله بيفهم وكله بيحلل وكله بيحكي سياسي وكله بيحكي امن وكله بيحكي ومش عارفين شيء من شيء. يا حبيبي هذا الشعب بده ثلاث شغلات منك. ما بده شيء تاني. هذا الشعب لا فيك تنهيه لا انت ولا مية مثلك. هذا الشعب هلا صار عنده عقيدة اكثر انك انت بدك تدمره وما راح يخليك تدمره. وهذا الشعب صار بده الامان. الامان ما بتنوجد الا عبر هذه المقاومة. ورد جميل لهذا الشعب. المقاومة بدها تفرح قلب هذا الشعب. وشباب المقاومة بدها تفرح قلب هذا الشعب. والنصر بده يأتي لانه قلت لك يا ست ابتسام جربونا كثير وما حدا قدر لينا. وما حدا قدر لينا. المحلل السياسي استاذ محمد يعقوب بدي اتشكر مشاركتك معنا بهذه الحلقه. انا بتشكرك وبتشكر تلفزيون لبنان وبتشكر كل المشاهدين وعلى امل بحلقه جديده معك بالنصر ان شاء الله. بالنصر للبنان للمقاومه. طبعا الى لبنان والمقاومه. شكرا. كل الشكر لكم مشاهدينا. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.